لي بي تي في هو الانترنت تيليفيجن بار بار لا تيليفيزيون بار انترنت. دابا اختي في الاول كنا كنتفرجوا في التلفازه كنا كنديروا داك لونطين شويه درنا البارابول مسك علينا الله ودرنا البارابول ولا كنتفرجوا في القنوات في الليل كدوز الهوت بيرد الصباح كدوز النايل سات وكفهمتيني كتبقى تدور في هذاك البارابول وكتفرج في هذه القنوات وفي هذه القنوات. دابا مع الانترنت ولات سريعه يعني الانترنت الفيبر اوبتيك عندك هالفيبر اوبتيك يعني 4G نوعا ما 5G هذا ناس 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 يعني وتضمقرطت الانترنت ضمقرطت الانترنت يعني الناس ولا تقريبا راه ولاو كاع الديور راه كاينه فيهم الانترنت فهمتي زيد عليها حتى التلفازات يعني الذكيه ولاو حتى حنا كنهضر غير مثلا كان المغرب مع الشناوه وداك الشيء ولاو التلفازات موجودين التلفازات الذكيه وحتى اللي ما عندوش تلفازه ذكيه كيشري واحد البوكسه ديال الشينوا وكيتفرج في يوتيوب في التلفازه كيتفرج في هذا كيتفرج في هذا كيتفرج. دابا ملي ولا هذا الشيء الناس ولاو ما باقيش يقول لك اخويا البارابول فهمتي وانا كنحشم كنحشم نعيط على التكنيسيان قاد لي الهوت بيرد وقاد لي هذا فهمتي وكل ساعه العجاج النايل سات ما بقاش شاد دارو طانا فهمتي وداك الشيء فهمتي ولا بنادم اش كيدير عايش انا اخويا هنا في المغرب بعدا حنا تنهضروا في المغرب وملي كنهضر على لي بي تي في والربح في لي بي تي في ما تنهضرش على المغاربه ما تنهضرش على العرب بصفه عامه ما تسمعش لي بي تي في فيه الربح وتبيع المغاربه ما تنهضرش على الربح مع المغاربه غير انا دابا كنشرح ليها شنو هو لي بي تي في. فهاد الشيء ولات يخدم تقول انا نشري بي تي في ب 150 درهم 180 درهم للعام 300 درهم للعام حيت هادشي تا هو فيه سيرفرات وفيه حاجه ما ماشي كلشي ماشي كلشي انت اقرا سمعت يا خي يوسف انت لا انت حاشا واش انت معانا انت اقرا انت بحال سي يوسف مثلا كيبغي يشد اقرا فهمتيني تيبغي يشد اقرا ابو ظبي فهمتي وتيدور ليه البارابول كيعيط على هذا تيقول ليه شد ليا المايند سيت مزيان وهذا ما علينا ما تنهضروش عليك اخويا انت بوحدك فهمتيني يعني السي دابا السي اشرف فهمتي تيطلع ليه الدم ما تيتبع البرنامج ديال الشيخ ديالو في الوقيته تيدور ليه البارابول فهمتي تيتنيرفا ايوا ما علينا وتيمشي توضى باش يبرد ما علينا قلت لك اسيدي هي هذيك هو القضيه انتشرت الناس ولاو كيدخلوا كي تيدخل لي بيتي ب 150 درهم ما كاين لا بارابول في الليل هنا لا غل هنا تيتفرج مع راسو هادشي اللي كان هذا هو الانترنت وتختار القنوات اللي بغيتي راه اتصالات المغرب هي دايره لي بيتي في ديالها يعني تقدر انك تشترك فيه ايوا هادشي اللي كاين غير هو ملي كنهضروا عليه از ا بزنس كنهضروا على الاي بي تي في از ا بزنس ماشي مع العرب يعني ما تنهضروش على العرب تنهضر على الكور.